أنا الالتزام دايماً بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف نادي في الكون الأهلي فوق الجميع وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على سموحة 32-22 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم في الدورة المجمعة النهائية لبطولة الدوري وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وقدم خلالها الأهلي عرضا قويا تحت قيادة عاصم حماد ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 32-22 ويلتقي الفريق غدا الاثنين مع نظيره فريق هليوبلس في الجولة الثالثة في ظل سعي الأهلي إلى استمرار تقديم العروض القوية والمنافسة على لقب البطولة. أكد إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي صعوبة مواجهة سبورتينج المرتقبة اليوم في ختام الدورة المجمعة الأولى بدور السوبر التي تقام منافستها بالإسكندرية وأضاف الألفي حققنا 4 انتصارات مهمة في الدورة المجمعة على حساب سموحة والصيد والشمس والجزيرة ونسعى بالتأكيد لإنهاء الدورة المجمعة الأولى بانتصار مهم اليوم على حساب سبورتينج وأوضح الألفي أن سبورتينج فريق جيد ومنافس قوي ولكن سيدات السلة لديهن طموحا كبيرة لمواصلة الانتصارات اليوم وتحقيق الفوز وحسم الأمر في الدورة المجمعة الأولى يستعد فريق 16 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سبورتينج المقرر لها غدا الاثنين في نهائيات بطولة الجمهورية وحصل الفريق على راحة اليوم الأحد بعد أن نجح في تحقيق الفوز على الزمالك وسموحة والاتحاد السكندري خلال الجولات الماضية من البطولة ويسعى أحمد الجرحي مدرب الفريق إلى تجهيز اللاعبين لتحقيق الفوز في المباريات القادمة من أجل الفوز باللقب بعد تتويج الفريق ببطولة دور المرتبط للمحترفين مع الفريق الأول وبطولة منطقة القاهرة توج فريق غطس الأهلي ببطولة كأس مصر التي أقيمت في الفترة من 26 وحتى 28 من إبريل الجاري بنادي نيو جيزة محققاً 17 ميدالية متنوعة منها 9 ميداليات ذهبية واثنين فضية وستة برونزية وشارك الأهلي في البطولة ب7 لاعبين ولاعبات هم مها عبد السلام وبلال السيد وزياد يسري وشهد أيمن وهنا هاني ومايا عبد الحميد وملك حازم وحصلت مها عبد السلام لاعبة الأهلي على كأس أحسن لاعبة في البطولة ويضم الجهاز الفني لغطس الأهلي كل من طارق نبيل مديرا فنيا وأسامة كساب مستشارا فنيا وأسامة خلف مدربا عاما ومحمود الحتي وأحمد هنيدي ومحمود الكاشف مدربين يشارك أبناء الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة في النسخة الثانية من الملتقى الدولي الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل حمدي ويشارك في الملتقى 31 دولة عربية وأجنبية ويمثل الأهلي في الملتقى عبد الرحمن سميع وهانيا ياسر وإيناس مصطفى ودعاء أشرف ومحمد حازم